فيكتوريا، صدقيني في قصص بتحصل في حياة الإنسان بتخليه يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. يعني أنا مثلا هبقى عايز أقتل فتحية ليه؟ ولا أنت ولا الغول هتبقوا عايزين تقتلوا فتحية؟ بني آدم أناني، يعني هو ممكن يعيش حياته على حساب حد تاني، فاهم أنا بقول إيه؟ وبعدين دي بنت صغيرة وخلاص راحت، هنضطر نعيش بالذنب بتاعها، بس ممكن ننسى. بس أنا ما عم بقدر أنسى. لا هتقدري تنسي، صدقيني فيكتوريا أنا عارف إن ممكن تفضل ذكرى مزعجة ووحشة، بس ده اللي حصل وده اللي اتفرض علينا. فيكتوريا اهدي، والله مع الوقت هتنسي.